فكان ثم الطلب سوف الاخر بهدف مشروع الحكم على شنو يمكن نقول المقابله اجمالا كيف ما بان لك مباراه كانت في الاول ماشي قمه ديال الدوره معروفه كلشي تجمع الحاضره والقمه خسر الحكم بامتياز حكم ماشي حتى في مستوى ما ظهر في الاول اوف مين يفوت ما طيش يحكم ما كيشوف فهمتي كاين كره اذا ما نوصلوش جال شنو النقط اللي تضررتوا اليوم فيها من خلال المقابله ضررنا من الوقت من لي فوت بزاف كنت لاعب والحكم كيقول لك والله ما تربح وكيفاش عاد تكون انت كلاعب كتجري والحكم كتسمع منه هذا الاكسون كتبغي تهضر مع انت كابيتان كتبغي تقول له اشرح لي هذه شنو كتبغي ثاني اي فهمتي من حقه يهضر معك حتى كابيتان كتقول كتقول لك سير انا نعلق لك اسمع ذا زيف عندك الحمل مشاع ديال العبوده وكذا فهمتي شحال هذه في ايام وكيف ما كنشوف مباراه خاسره الحكم هذا الشيء كنشوفه نتسناو شي واحد يكون عالي في شي طلبوا شي مسؤوليه القجاعيه خصو يتدخل فهمتي واكي ما كيشوفش هناك بحال كوري اللي عندهم سيطره كيعمل اللي بغا عافيه عام شنو بغا اليوم كنتوا اليوم مشحوني قبل المقابله كنت خاصكم تربحوا اليوم ضروري في هذه المقابله ما زادش عليكم واحد الضغط باش تدخلوا لهذا اللقاء هذا باريدو بحال باريدو عادي ندوزنا المباراه ديالنا جريناها عارفين عايجي الهدف بحق المدرب ديالنا خدموا مع سيستيم دو جو فهمتي سيمان عندنا عام داخله فيه ما كيتسب الحكم ما يمكنش وشكرا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وشكرا على الاستضافه ديالك بزاف الله يوفق العفو.